مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج أما بعد. سهرة اليوم ستكون وقفة مع قامات فنية في المسرح والسينما والتلفزيون، قدمت الكثير أيام ما كانت المحطة الجهوية لقسنطينة محطة تنتج وتقدم الكثير في هذا المجال، وما زالت هذه الأسماء فاعلة إلى يومنا هذا. نجدها موزعة في الكثير من الأعمال، القليل من الأعمال بين قوسين المنتجة خلال السنوات الأخيرة. أبدأ من يساري على غير العادة اليوم مع ضيفي الأول الفنان القدير جمال دكار. مساء الخير ومرحبا. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. العفو، شكرا على تلبية الدعوة. معي أيضا اليوم المخرج ورجل المسرح والمخرج التلفزيوني الفنان القدير أيضا علي عساوي. مساء الخير ومرحبا. مساء النور وشكرا، شكرا جزيلا. العفو، بارك الله فيك. كل الشكر لك. شكرا. أما بعد سنواصل، وقبل ذلك نتعرف على ضيفي الثالث وهو أيضا اسم معروف جدا في الساحة الفنية مسرحا وتلفزيونا أيضا، أستاذ محمد طيب دهيمي. مساء الخير وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. العفو، الاستضافة. كل الشكر لكم من مدينة قسنطينة، من مدينة الجسور المعلقة إلى العاصمة إلى برنامج أما بعد. ستكون سهرة خاصة نتوقف خلالها مع أهم المحطات لضيوفنا الكرام، وقبل ذلك أيضا يجب أن أرحب بزميلي الذي يرافقني دائما وأسبوعيا فيصل ميطاوي. مساء الخير. مساء الخير أسألك بالأخوة المشاهدين. وصلتني أسئلة، أين العلامة المميزة لفيصل؟ لأنه فصل الصيف سنعود في الخريف إن شاء الله. إذن كما قلت البداية ستكون وقفة خاصة، وهي وقفة تكريمية قامت جمعية الألفية الثالثة بتكريم خاص لضيوفي الثلاث، وذلك بالمسرح الجهوي محي الدين بشتارزي بمناسبة أو إحياء لليوم الوطني للفنان. نتابع هذه المشاهد، جانب من هذه الاحتفالية، ثم نعود. محمد طيب دهيمي، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. أعطونا تحية كبيرة لأنفسكم. وكذلك أستاذنا أخونا نحبوه بزاف وقدروه بزاف، قدم ولا يزال كثير للثقافة الجزائرية بحضور أسماء فنية كنت ذكرت البعض وخلال هذه الأمسية. نقدم له درع تكريمي على أقدام الجزائر في شهيد الفن علي معاشي، وسط حضور الأسرة الإعلامية الفنية والثقافية الذي قدم الكثير للمسرح الجزائري السينما والتلفزيون. أتشرف بدعوة الفوق المجاورة المسرح الوطني الجزائري، تساهم معنا في هذه الأمسية التكريمية ولتوشيح الأستاذ محمد طيب دهيمي في برنوس صورة للذكرى مع الفنانة القديرة فاطمة حليلو، سيدالي بن سلام والأستاذ عبد الحميد شرجود. وقبل المرور إلى التكريم نشكر جمعية الألفية الثالثة، ونشكر ايضا مدير مسرح الوطني سي محمد يحيى الرويبي، دائما نخلي هذا الفضاء الرائع ونتمنى دائما يبقى دائما رائع. وكذلك بحضور السيد عبد الحميد شردود مدير العلاقات العامة بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، راعي هذه التكريمات التي تنظمها الجمعية الفنية الثقافية الألفية الثالثة مصر للتكريم 155. التكريم الأخير في هذا الموسم للجمعية يتزامن مع احتفالات الجزائر بالذكرى 60 لعيدي الاستقلال والشباب. تحية مرة أخرى بفضلكم للفنان القدير جمال دكار، وصورة للذكرى مع السيدة نرجس والسيدة نادية طلبي، وكذلك السيد عبد الحميد شردود والسيد سيد علي بن سلام، صورة للذكرى.
أريد أن أقول لكم أن دموعي كادت أن تنغمر اليوم، لكنني وفي لحظة وعي قمعتها، قهرتها انتظاراً ليوم يحصل فيه الفنان على قانونه الأساسي. يومها ستنهمر دموعي فرحاً. شكراً جزيلاً. دائماً بدعم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بحضور الأستاذ عبد الحميد الشدود مدير العلاقات العامة بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والإبداع لتكريم ابن المسرح ابن التلفزيون وابن السينما الجزائرية الأستاذ العيساوي. وش حبيت نقول يعني؟ أنني نتكرم فوق خشبة مسرح مصطفى كاتب، نتكرم في المسرح حدين باش ترزي بعقل التكريم وقت التكريم لي شخصيا، ربما التكريم للمسار هذا طيلة العمل تاعي في المسرح والتلفزيون. نتذكر أنه في التلفزيون عندي 1200 إنتاج. إذا كما تابعنا كانت هذه بعض الكواليس من حفل تكريمكم بالمسرح الجهوي محي الدين بشتازي. طبعا كما قلت في البداية جمعية الألفية الثالثة ورئيسها سيدي علي بن سالم مشكورا. كيفاش كانت يعني شعورك وأنت تكرم بعد هذا المسار الطويل وهذا المسيرة الحافلة أستاذ جمال؟ والله أنا في الحقيقة شاكر جدا للجمعية الألفية لتكريمنا في هذا الوقت. أننا إذا لاحظتم رانا في 3 خريف العمر، خريف العمر الإنسان يعني يسترجع تاريخه، يسترجع حياته، يسترجع عمره كامل، يشوف المحطات اللي فات عليها. نظن أننا أنهم هذه المرة يعني خيرنا لأجل ذلك، وهم كما يقول لك أضعف الإيمان، يعني تكريمكم أضعف الإيمان. علي يساوي أو عمي علي كما نقول لك أو كما نقول لك أنا، هذا التكريم ما زلت نقول عمي علي، هذا التكريم هذا التكريم الخاص يعني في يوم خاص أيضا، وش ممكن تقول لنا عليه؟ هو الشيء اللي مد هذيك الفرحة هذيك البهجة إلى أرضك، أنه إحنا في 3 رجالات المسرح بدينا في المسرح، وبدينا تقريبا في نفس المدة الوقت. بداية السبعينات كان الصديق جمال هو كان ربما اللي بدأ في نفس السنة تقريبا، ونتكرموا فوق الركح. لما نتكرموا فوق الركح جو بونس بلي شيء جميل كثير لنا إحنا نتكرموا في الركح تاع مسرح محي الدين بشترزي، ونتكرموا بالورود وبالتصفاق وبالتولويل. نظن كما قال جمال هذا راجع ربما للمسار الفني نتاع كل واحد من احنا، وحنا جد مشكورين لهاد الناس اللي تفكروا فينا في حياتنا دو نوتر فيفون. دونك جو بونس بلي استنجزت اللي ما يتنساش، لانه كنا قادرين احنا في 3 كنا قادرين نديروا مشهد مسرحي البارح، لكن المشهد نتاعهم كان اقوى من صح. واش من نوع؟ في الارتجالي قصدي، ماشي دراما ولا كوميديا ديلارتي ولا مع جمال لا كوميديا هي اللي تمشي هي سيدة الموقف. عندنا ميترونسان، عندنا انسان اللي يكتب صح، وانا نقول ممثل، هو ثاني ممثل هذا ممثل. قادرين نديروا البارح بطريقه ارتجاليه، كنا حابين نديروا شيء، لكن الطابع الموسيقي والغنائي كان غالب على المسرح. نشكر كثير الجمعيه هذه وعلى راسها سيد علي بارك الله فيهم يعطيهم الصحه ولندا كذلك بارك الله. طيب محمد طيب الدهيمي، يعني كيفاش نقولوا سنوات من الابداع والعطاء في قسنطينه في مسقط راسك، وايضا قدمت الكثير مسرحا وتلفزيونا ايضا، ثم تكرم اليوم في اليوم الوطني للفنان
ما هي الإضافة بصراحة؟ أكيد أي إنسان التكريم هو عرفان بالجميل أكيد. هي الحقيقة هي نوع عرفان بالجميل، عرفان بمسار عملي، وتقدير لكل جهد اللي قدمه أي فنان على في كل أنواع التعبير. الشيء اللي خلاني في هذاك المومون هو أنا فكرت شغل عندي واحد 45 ولا 48 سنة كيكون مدوين جنرال، البيبليك يصفق وصغاري باسكو تالمون سيتي بو في بار ما فنيش عارف ما تعس عمر أنا سي حاجة فوق فوق ما يقدرش يعبر عليها الإحساس. فوالا هو الاسيان فيصلاني جايات انت يا حضرت تفضل تعقيب وبعدين تعقيب. لا انا حضرت الحفل وكان بالفعل حفل جميل، ونشكر الاخ سيده اللي استعلي بن سالم على العمل اللي يقوم به بالجمعيه. هو كرم تقريبا 155 فنان يعني منذ 2001، وراح يكرم ان شاء الله في شهر جويه المقبل فنان كبير هو اكل يحيات معروف باغنيه المنفي 89 سنه الله يبارك يعني. والله تقريبا عميد المطربين الجزائريين، وكان حفل بهيج وشتنا الناس اللي كانوا حاضرين، العائلات اللي حضروا كيف جاوا يصوروا مع سي جمال وسي علي وسي طيب، ياخذوا صور ويتحدثوا معاهم، شباب يكرموا معاهم. اعتقد كانت صوره جميله جدا على الاعتراف والعرفان كذلك بعمل هؤلاء اللي قاموا يعني عمل كبير في المسرح الجزائري والتلفزيون. وسي علي عساوي احنا نذكروا الحصه تاع فضاءة المسرح اللي مع كل اسف توقفت، ولكننا اتمنى شخصيا وهذا نداء للاخوه في التلفزيون الجزائري ان تعود هذه الحصه لان تعلمنا اشياء كثيره خلال هذه الحصه. اكيد طبعا فيصل شكرا. وقبل ما نخوض في النقاش وفي الحديث سهرة اليوم، خلونا نتابع بعض المشاهد من أهم الأعمال التي شارك فيها الفنان جمال دكار ثم نعود. يا سي محمد انت ماكش هضر معنا ولا؟ لا لا خير اشيدي واش حق اخويا؟ كيما اخويا انا مركي معاكم انت ما هضرت معايا ما والو. كيما مع هادو انت؟ مانيش مع هاد الغشي انا. مع من تجرد؟ انا مركي وحدي يا اخويا. يا اخويا مركي وحدي وعندي البن. عندك البون؟ انا عمي. والليستا جردوك فيها؟ جردوني في الليستا. قول لي راك مجرد في الليستا. انت ما حبش تهضر معايا خلاص. يا خويا كي جرد في الليستا ما بقاش اخويا. ايوا. وش هو؟ انا نهضروا على الكا. الكا اللي رايح له. قولي كون كبير تما. اي نعم اي. يا ربي طحنا في يدين قطاع الطرق. قطاعين طرق؟ الا اللو. طاحتوا في يدي يا كبر تجار المدينة. يا سيدي احنا رانا ناس مساكين ما عندنا شي كثير ما عندنا والو. سامحنا سامحنا وعندك أجر كبير عند ربي. لو كان زيد تهضر نقطع لك رزقك. كل هاد القفلة وهاد الغنم وكل هاد شي وتقول لي احنا مساكن؟ هيا كتفهم. هذا الخير كامل من قماش وحرير وماشيه الحمها يذوب في الفم ويتبع هذا القصدير اللي مشي للبذهب. تبان لك انا راني مهبول نجيب ذهب في صحراء كيما هذه. اي خلينا العم والديك لموا كل شيء اما هذو خليهم للديوبه. يلا ما عندكش قطن انا؟ ليه؟ ما عندكش قطن؟ ليه واش؟ وكيف الناس قلت لك قطن انا ما عنديش قطن؟ بلاكل لا ماشي اللي بلاكل هذا واش اللي بلاكل؟ ها القطن القطن تاعي قلت لك كي بلاكل دوك تلقى لك الحد اخويا. تلقى القطن اسمع تلقاه بلاكل هضره بلاكل هضره بلاكل هضره بلاكل بلاكل دوك تلقى القطن. اقعد هنا اقعد هنا اقعد حبيبي روح بلاكل اسرق كل شويه اقعد تما إذا كما تابعنا سيد جمال دكار الفنان القدير
الكوميديا دائما غالبة أو أنك تميل للكوميديا، ولكن حتى في الأدوار الجادة لو كما نشوفوا مثلا الأفلام التاريخية بن بولعيد أو كريم بالقاسم، لما يرتبط الممثل بنوع معين نبقاو ديما نحبوا نشوفوه فيه. يعني أنا شخصيا نحب نشوفك في الكوميديا، في الأعمال الكوميدية. بعد هذا المسار كيفاش كانت خياراتك الفنية؟ كيفاش كنت تقبل أدوار أو ترفض أدوار؟ يعني حطنا في صورة تلك الفترة. ما خص الكوميديا ولا الدراما؟ نعم، أنا ممثل كنت في البداية كنت حط في راسي بلي ما لازمش نتسجن في نوع من الأنواع من هاد النوعين هادو، نخدم في الكوميديا كما في الدراما، يعني عندي الزوج نقدر نخدم فيهم بسهولة. هذه من ناحية الاختيار. نعم، جاو أفلام كنت في بعض الأحيان رفضت أعمال، يعني درك التاريخ درك رانا إنسان راه في خريف العمر، كنت رفضت. واش من الأعمال صحيح جمال؟ نعم، واش من الأعمال اللي رفضتها مثلا؟ لا دوك نقول لك الأعمال اللي رفضتها مثلا أعصاب أوتار. أعصاب أوتار، أعصاب أوتار كنت رافض باش نمثل فيها. لماذا؟ كنت رافض، ما كانتش تعجبني طريقة العمل، وطريقة العمل الإخوان اللي خدموا فيها في عصابة وطار يقدروا يحكيوا لكم على كيفاش كانت، كان يجي يحكي لبلاغ وتمتم، وأنا كنت هاد الحوايج هادو من قصدك يعني كان في ارتجال؟ ارتجال، وما كنتش نشوف الرسالة يعني اللي محتاجها الشعب نتاعنا في الوقت هذاك، اللي محتاجها الشعب نتاعنا باش يتنور فكريا، باش يعرف الحياة هذه كيفاش تسير، الآليات اللي تسير المجتمع. يعني هذا هو السبب أنك ما شاركتش في عصابة؟ ما شاركتش كنت رافض. يعني كان سي حزر اللي عرض عليك كان ما شاركتش، وإن كان يعني كنت محترمهم، يعني محترم العمل تاعي اللي يخدموا ونتفرجهم كي يكونوا نضحك ساعات نضحك، لكن أنا باش نشارك فيها ما نشاركش. والأفلام رفضت أفلام سي جمال؟ أفلام أفلام ما رفضتش أفلام منا أصلا. إنتاج قليل، الإنتاج ديجا كان قليل وما زالوا قليل، وحتى في كنت يعني حتى اللي جاوني يعني العروض اللي جاوني خاصة الأفلام تاع رشدي، أفلام تحكي على الثورة، كان هذا استدر مبدأ يعني أنني نشارك في تعريف الشعب الجزائري بالتاريخ تاع الثورة الجزائرية. واش رأيكم في ما قال علي عيساوي؟ تفضل. أحب ندير برك نقطة نظام بالنسبة لعصابة أوتار. تفضل. عصابة أوتار تعتبر من الحصص التي فرضت نفسها بالعمل تاعها بالممثلين، لانه حاضر في البدايه تاعو راح جاب الممثلين اللي كانوا واقفين في المسرح، عنتر علاوه وجمال دكار حسن بوبري ولا هذاك، فيه اللي مشاو فيه اللي رفضوا. من حقهم كما جمال، ربما قضيه بوبري فوالا بوبري وثاني يرفض خدم غير في واحد، لكن تبقى نوع عصابة أوتار مش مبني على الارتجال، مش مبني، كان فيها مواضيع، كان فيها مواضيع ترى تاع الحياه اليوميه، تاع الحياه فيها الضحك، فيها وشي كان وراهم. كان حازرلي هو في حد ذاته ممثل، هو ممثل لما يحكي لك لابلاك راح يديرها في البدايه والله تموتي بالضحك. لنحيوه طبعا الاستاذ محمد حازرلي. حازرلي عنده القدرات هذه ترى. دونك اذا كان لاحظتوا اذا لاك تو لي كوميديا عمي بشير الله يرحمه، الله يرحمه حسام بزيد، بكري لعبوا بلي نار صح باسكو هو شوف كي يعود يمثل هو قدامهم. هذه شيء اللي مشتيش جمال هذاك، ما يحبش يقولون اعطيني التكست اعطيني الوضعيه وندبر اعطيني لا سيتواسيون. دوتر لازم يكون وراهم حاضر لي دو لا خلقوا دي بيرسوناج. تسمحوا لي نهضر باسم عصابة أوتار باسكو اكيد طبعا. تفضل خلقوا دي بيرسوناج علاوة شارلو علاوة زرماني ديما هذاك اللي قصوا دورو على ديما حسن بن زراعي حسن هو الفامبير هذاك ديما الواحد عنطر هذاك اللي ديما يحب يختار هكذا. دونك شاك بيرسوناج تيبي، شاك بيرسوناج تيبي وبقاو في هذا الشيء اللي تغير في عصابة أوتار. الشيء اللي تغير في عصابة هو ان المجتمع اللي يتغير. لما تغير المجتمع لازم عصابة أوتار تغير من الشكل وتغير من
الهدف نتاع هذه النوض تعرف يفو سيبلي لو تيلي سبيكتاتور كي كوماسا بروندر اون اوتر تورنير ايتترا الكوميديا تتطور مع المجتمع فوالا حتى العوده حتى عوده اللي هي اعصاب اوتر وافكار ما كانش فوالا وشي قلت لك انا باسكو حازوا لي زميلي و رفيق درب وعشره يعني شحال تعرفوا بعداكم؟ بلك من 76 هكذا 76 يعني 40 سنه اكثر اكثر من 40 سنه وشي نصف قرن وتعلمنا عليه يعني الانسان يفكر ديز كيف شوز تعلمنا عليه وعنده واحد الطريقه كيفاش يخدم عنده يعني انا من هذا المنبر نحييه ونقول له طبعا ونتمناه العوده تاعو ان شاء الله في عمل جديد ان شاء الله شكرا طيب كان عندك تعقيب تعقيب لكن قلت لك الكلام هذا ماشي معناه انني نطيح عيني في اعصاب اوتار انا كنت ماخذ موقف منها لكن صحبابي وصحابي وزملائي خدموا فيها وكنت نضحك يعني حوايج ملاح نضحك فيهم لكن انا شخصيا في التركيبه نتاع مخي نتاع كذا ما كنتش مستعد يعني انني نكون واحد من هذوك الممثلين بالنسبه لسي جمال بالنسبه لعيسى ستوري عيسى ستوري ما مثلتش فيه هذا عروض لا ما عيش الصور كان حكيم خويا الداخل حكيم ما تلعبش معاه لا ما غير في الشوك المدينه لعبت مع حكيم ده في فيلم لعب ضده لعب ضده في سيتي لا غير لعبنا مجاهدين في زوج مجاهدين في جوحه وفي جوحه وفي شوك المدينه شوك المدينه بيني ومولي رئيس عصابه وانا رئيس عصابه ونتقاتلوا وانتم اخوي طيب سيد هيمي رايك فيما تم فتح الان الحديث رأيك فيه؟ والله شوفي هو كل واحد عنده اختيارات في الحياة كل واحد من يشوف ميوله يعني هو لأنه اهتماماته أيضا لأنه إشكالية كل في الاهتمامات نشاطر رأيهم هو كل واحد حر في الاختيارات اللي يأخذ في الحياة أنا كان همي الأول هو التياتر ما كان السينما والصورة دي ما تهمنيش خلاص كاين أشياء اللي ما حبيش نخدم فيها وما نخدمش فيها هذا اللي كان عندي أهداف في راسي أنا كان هدف حلمي هو أني في كل مسرح في الجزائر نطلع عرض كان هذا هو الهدف تاعي خدمت في قسنطينه خدمت في عنابه خدمت في الجايه في سطيف اللي دارني طو هادو سي تادير سي تي سامور كي تجي السينما جون دي با نو مي جون شيرش با جون دي با نو مي جون شيرش با هذا هو اللي كان تلفزيون عمل قليل التلفزيون خدمت نوعا ما خدمت في باسكو كتبت دي تكست لا تيليفزيون كيما تيلي فيلم لويزا كيما لو ريتريتي كيما مسلسل كلام واحلام لعبت فيهم هذو لي بريمي لعبت فيهم بزاف حوايج لكن مانيش عارف ربما ان التياتر نقدر نقول لك دامني بزاف وانا مديت روحي كامل ليه خرجت شاركت في 24 مسرحيه تقريبا ممثل ولا كان مخرج؟ مسرح خاصة هو كان ممثل مخرج ومؤلف وكاتب 14 مسرح تقريبا 14 ودرك حاليا راني درك تسمى اللي قاعد نعم درك عندي تعاهدت مع شبان في جمعيات في قسنطينه كاين ثلاث جمعيات تعاهدت معاهم باه نخدم معاهم نطلعوا عروض معاهم وراح يكون في هذا العامل هو في اطار راح نديروا برنامج هو برنامج تكويني وراح نجيبوا ناس راح يكونوا الشبان اللي راهم موجودين في الجمعيات هذوك ومن خلال هذه العمليه راح على الاقل يكتسبوا ما نسميوه احنا ادوات العمل باه يطوروا من ناحيه على العمل والاداء طبعا يعني تكوين مهم جدا بالمناسبه هو سي طيب دهيمي من القلائل يقولوا يعني للتاريخ في الجزائر اللي عنده العلاقه مع الشباب في التكوين لان كان كثير من رجال المسرح ربما حاب يقول ما كاينش علاقه بالشباب مش علاقه لا كاين وجود علاقه ولكن السيد طيب نعرفه مليح عنده لو سوسي يعني عنده الاهتمام بالتكوين التكوين تعرفي وتكلمنا في الحصص السابقه عن رغبه الشباب في التكوين في الفنون الدراميه كاين شباب ما يقدروش يروحوا المعهد العالي تاع برجو كيفان دونك يسيبوا الناس على المسرح كما سيد هيمي ولا سي جمال ولا سي عيساوي يكونوهم يتقربوا منهم هذا هو الشيء الجميل يعني ولانك يعني الانتقال تاع بين الاجيال هذا هو يكون اكيد طريقة. طبعا ولانك فتحت القوسين نضيف حاجه برك سمحي لي كي كنت في كنت حاكم مدير فني في مسرح قسنطينه كاين شبان اللي كانوا يتعاملوا في يخدموا في جمعيات هاويه تحسي بهذيك لو طالون بروت
تحسيه باللي هذا مادة خام يعني يمكن يمد انك تشكل منه تحتاج بالصقل. كاين اللي بعثهم داروا تكوين هنا في برج الكيفان بزاف ثلاثه اللي داروا تكوين في برج الكيفان، وكان المشروع انه راح يكمل، لان كنت نخمم شيء هو ان المؤسسه المسرحيه من الناس ماهيش العمر ما يدومش، لان راح يجي النهار وراح يخرجوا روترات وتكبر الفرقه ويخرجوا اكسل، لازم تجديد والتجديد لا رولاف التجديد بشبان وطاقات اولا اللي عندهم مستوى اكيد ومتحكمين في ادوات العمل، لان المسرح اضافه على الطالون اضافه على الموهبه واضافه على ثقافه الفن اكسترا، لكن ادوات العمل عندها دور كبير 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 في 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 الترقيه في لا كومبيتونس في ليكزيكسيون دون لو بلون بروفيسيونيل سو لو بلون دو ترافاي. فعلا لانه فتحت القوسين مع فيصل عن التكوين، نحيي ايضا الجهود التي يبذلها الفنان ممثل العمري كعوان في الصيف ايضا ورشات تكوينيه مجانا للشباب الهاوي او المهتم بالتكوين في المسرح، يعني تكوين المسرحي. حتى الفنان حسين مختار كذلك معسكر. نعم يعني نحيي كل المبادرات اللي تخلي هذا الشباب ما يروحش، فيه لانه فيه في قسمتنا فيه مدرسه تاع تاع شباب تاع المسرح تاع المسرح اللي تراس هذا محمد صالح ميلاد. لانه هذه المبادرات علي عيساوي استاذنا طبعا علي عيساوي هي تقطع الطريق امام الوكالات او امام بعض الجهات اللي دير دورات تدريبيه لمده 3 ايام 4 ايام بمبالغ كبيره. نعم فعلى الاقل لما تكون هذه الفرص هذه الفضاءات على الاقل الشباب عنده وين يتوجه بدل ما يروح يستغل يعني. هذا كان سمحتي تفضل. حبيت نرجع برك للعمل الفني نتاع الممثلين في قسنطينه. قبل ما نروحوا للعمل الفني الممثلين في قسنطينه انا استسمحك نشوفوا بعض اعمال الاستاذ علي عيساوي في المسرح والتلفزيون ثم نعود. اي نقول لكم فونتين يا رجال عن نبا. وشكون اللي قال لك وشكون اللي عطاك الخبر هذا؟ شفته الصباح بعيني في البحر ينعت في القوه تاعو. عنده الحق، أنا تاني كنت معاه كي كنا نصيدوا الصباح، الرجل كان ينعت في قوته. إي قوة لا قوة ربي سبحانه لا إله إلا هو. كي عاود رجع فونتين العنابة، أنا نقول لكم ربي باقي يستر. آمين آمين آمين. باخر في عود. صباح الخير مالطي. واش كي العادة؟ كي العادة هاي 15 قرش بيه. هاي خمسة. خمسة. عشرة. عشرة. 15. 15. وشفا. من الشبع أيام سلكني. نسلكك ليه المالفاني ناكلك. ما ناكلوش. قرش بيه قرش بيه. قرش بيه. ما تنجمش تاكلني يا المالطي مشي عود صعيب عليك. السلام عليكم. عليكم السلام سعد ولدي. أنا أمير الحاج. غدوة إن شاء الله تركب حصانك وتدي السلعة للحاج الطاهر. إن شاء الله. وقول له. وش نقول له يا الحاج؟ قول له القرنيط جاء على البحر وراهم قدم العشا نسر. القرنيط جاء على البحر ومقدم العشا نسر. فهمت الحاج يظهر لي تهدر على القائد تاع العسكر هذا كيفاش يقولوا له جوزيف فانتيني؟ هو بالذات جوزيف فانتيني راهو 4 سنين اللي طيح بلاد العناب وقد من الغرب او درك رجع لعندنا. إذن كما تابعنا كانت هذه بعض البرامج التلفزيونية، وأستاذ علي عيساوي معروف
احنا نقول لك رجل مسرح يعني مهتم جدا. انا وانا صغيره فيصل التقيت الاستاذ علي يساوي في تندوف، كنت غطي ايام مسرح الجنوب مع الاستاذ بن قطاف الله يرحمه، كانت مبادره ايام في مسرح الجنوب، فكنت قبل ما يعني نشوف هذه المشاهد اردت ان تفتح الحديث عن العمل الفني في قسنطينة، تفضل. هو أنه شاعت علينا إحنا في قسنطينة أننا خاصة في الكوميديا الممثلين تاعنا كانوا يقنعوا الجمهور، وكانت عندهم كانوا عندهم أدوات الإقناع ترى بالضحك، هذاك الضحك الضحك هذاك سيتي تان شوا كي تي تراسي بار لي زيني تاعنا من قبل، مام الحبيب فوغري الله يرحمه فيزيد حازور لي تيتر. إحنا عندنا دي كوميديا اللي خلقوا في المسرح التياتر ريجونال دو كونستانتين، من هذا يجيب هذا، هذيك المسرحيه الجمهور جمهور كبير يعني اللي تعاطف معهم ومشى معهم الى غير ذلك، دونك التلفزيون استعمل هذوك وظف هذوك الممثلين زادوا عطاو يعني اضافه. الور لي ريزاتور جو بارل بوكو بليس دو مسيو حازولي، وانا مام ربما عزيز شولح اللي نحييه، انه نجيبوا الكفاءات هذه جمال الدكار مثلا عنتر علاوه حكيم علاوه زرماني فتح صوت، هذا الناس هذوما ما تقدرش تمد لهم نص ودي ديالوغ تقول لهم حفظوا تقتليهم فاطمه حليلو، لازم تخلقي لهم لا سيتياسيون جو الابداع هذاك لا لا سيتياسيون تدير لا سيتياسيون قال داخل عند الحفافه عند الحفافه مش الفاق اتسيترا اتوا تمد لهم هذاك الجو هذاك يخرجوا من اللي تريب واش عندهم لما يخرجوا تكون تلقائيه، التلقائيه هذا واش يبغى الجمهور، هذا المتلقي يحوس هذيك التلقائيه ما يحوسش على الاخر يهضر حتى يخلص لا ريبليك باش يمد له لا ريبليك تاعو ويسنى في لو كيو، دونك سي كوم سا كو نو زاكتور اوف نو كوميديان اون بو يعني كونكيرير ليسبري اي لو كور دو البدايه لازم في المسرح ماشي في التلفزيون طبعا في المسرح. طيب فقط في نفس السياق عندك تعليق تفضل. في نفس السياق يعني التلقائيه ولا في هذا اللي راه يتكلم على التلفزيون، لكن في المسرح في المسرح كنا كانت المسرحيه تكتب تكست تكتب تكست يعني التلفزيون يحترم النص بحذافيره، لانه تكتب بالدواخل تاعنا تكتب بالتريب ما كانش الارتجال ما كانش ارتجال ارتجال في اضافه الارتجال كنا ما نقبلوش، كنا مثلو وقاعدين نعزك كاش ما واحد يغلط، انا شخصيا كاش ما واحد يغلط ولا تبدل كلمه قال ما تبدلش يا سي محمد، احنا كتبناها حطيناها ما تبدلش يعني كنت تاخذ دورك ودور الزملاء قبل ما تبدل اروح اهدر قال انا ماذا بيا نبدل هذه نشوفوا اذا كان صح تستاهل ولا ما تستاهلش، ما تستاهلش تبقى في الموضوع في النص اللي عطيناه لك اللي راك قريت، لانه احنا في الكتابه المسرحيه احنا كنا نخرجوا نديروا دي زونكيت نخرجوا نروحوا لعند الناس، رحنا عند الفلاحين رحنا عند بزاف امور قبل الكتابه قبل الكتابه يعني بعد كي نبداو نكتبوا كاين نديروا دي لقاءات مع الفرق الهوات نقراو لهم النص نقراو الناس اخرين جامعيين اساتذه جامعيين تشوفوا المواضيع تهم المجتمع هذيك صح المواضيع اللي تهم المجتمع الموضوع اللي الجمهور هذاك اللي يجي يتفرج راح يلقى روحه. السياق لو سمحت تفضل فيصل راح يشوف روحه. هذا السياق سي جمال طرح لك سؤال بالامس او هذا الاسبوع في المسرح الوطني، كنت لقيتك في يعني التكريم قلت لي المسرح الجزائري لم يخرج من عنق الزجاجه. ايه لماذا؟ مازال في عنق الزجاجه لان ما كانش انتاج متواصل. ما كانش انتاج متواصل. كاين موسمي وجماعه درك ولات تسنى في المهرجان يخدموا للمهرجان المهرجان الوطني لا المسرح لا مختلفة تخدم كل وقت ماشي تخدم غير للمهرجان يخرجوا انتهى المهرجان اول اسبوع يبداو يخموا على المهرجان المقبل ولي بري وشكون اللي دا البري وشكون راح يدي الجائزه وهذيك وهذيك المسرح التزام صحيح المسرح الانسان لما يتعامل مع المسرح ورساله هذو راهم خاوته وراهم المجتمع اللي راه عايش فيه ويبقى لازم يوريله ينوره المسرح لازم مرآه المجتمع مرآه للمجتمع احنا كنا في قسنطينه نديروا مسرح نقدر نعبر لك عليه فرنسويه يعني ان تياتر
انفورماتور فورماتور اي ديفيرتيسون او ميم طون ديفيرتيسمون لازم يكون باش تبقى تخلي هذاك الجمهور يحبك جانب الفرجه جانب الفرجه دائما لازم يتفرج ويفهم توصلنا احنا لعبنا مسرح مثلا هذا يجيب هذا كان الناس يستناونا بالساعتين بالثلاثه ورا العرض وهما يناقشوا معنا وعلى هذاك البيرسون قال هك وعلاش هذاك دار له والله استاذ جمال ذكر نحس انه الجمهور في قسنطينه مازال يحب المسرح يعني انا كنت حضرت عرض مسرحي قبل شهر رمضان فقط كان موجود يعني كان جمهور انا حضرت الرابع المسرح السنه الماضيه كان معنا السي علي السي طيب يعني كل مساء القاعه ممنوعه لا وجمهور مدينه قسنطينه ذواق لانه نتحدث عن المسرح معنا الأستاذ القدير محمد طيب دهيمي قدم الكثير للمسرح في مدينة قسنطينة وفي الجزائر بشكل عام نتابع بعض الأعمال التي قدمها في المسرح والتلفزيون أيضا ثم نعود طيب صباح الخير صباح الخير الشريف صباح الخير نهارك مبروك الله يبارك فيك لخي بيت هنا عند الواد ولا كيف يا لو كنت تكمل هكا يا والله هنبتو كامل انت انا وناس الدوار عاود ها والله علاش شكي عندك ما تسمع من بعد راه يمشي ها راه يمشي ها يمشي 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 اسمع اطفال حطها تحت هاي هاي صحيت صحيت هاي هاي ترى تقاوى معايا مدام جابوها درك هاي بسم الله هاي هاي ها تفضل يا ربي والله الا عندك الصحه ودي يا سي طيب هدرتك اللي قلتها لي راني نخمم فيها وراهي خدمت لي شويه في راسي الواد هذا من راهي سال فيه ماهوش غير حنا جاي في هذه لقيتني نخمم يا شريف بصح ثاني حنايا الارض هذه ما نقدروش نسمحوا فيها السلام عليكم سلام سلام ورحمه الله يا ربي لازم حل يا شريف الارض هذه يا الخير بكري كنا نحصدوها مرتين لا خي ما نعقلش شو يا شريف هذا ما هيك اللي البارح كنا نحصدوا البهايم وتكمل وتطلع قبل الوقت وزيد كنا نحصدوها ونرقلوها وجي فرنسا تحرقها درك حنا رانا حرار الحمد لله راك في ارضك موسى اروح اشرب معنا قهوه اروح اروح يا موسى قداش المره قلت لك كي تشوف عمك الطيب سلم عليه راهو البركه نتاع الدوار إذن كما تابعنا أتوقف معك عند المسرح المسرح قلت أنه هو الأولوية الأولى هو يعني اللي مديت له الأهمية والوقت والسنوات ولكن شفناك أيضا في شهر رمضان في مسلسل أنين الأرض للمخرج سعود العايب نعم بين المسرح والتلفزيون خليني أقول الآن مش يعني في البدايات الآن أيهما أقرب من حيث التوفر يعني العروض المسرحية قليلة كما كان يقول أستاذ دكار قليل جدا الإنتاج المسرحي التلفزيوني في رمضان فوين راك تلقى روحك أكثر مؤخرا والله
قلت لك انا كي تجي خدمه في التلفزيون شترافاي كون ترافاي نخدم با بروبليم جيت في السينما شترافاي با بروبليم مي لو بروبليم سي هو لا كونتينيتي يعني الاستمراريه في العمل لان الفنان بامكانه ان يخدم نخدم دركا في ميسيون راديو نخدم في اوبارافون جو فيزي دي ميسيون في الراديو Ah, oui, j'ai travaillé pour la radio, j'ai fait des émissions sur l'histoire historique du théâtre à Constantine, j'ai fait des émissions sur les métiers à Constantine. Mais c'est la première femme qui a conduit à Constantine, je connais, qui avait son permis de conduire, le premier médecin, il y avait des trucs, il y avait des projets. Oui, oui, il y avait des projets qui étaient parce qu'en fin de compte, On ne connaît une ville, ما نعرفو مدينة إلا بتاريخها. أكيد. إلا بالشخصيات اللي كونوها واللي داروا كل واحد مقدم في علمي ديني ثقافي إلى آخره إلى آخره. يعني هادي درك حاليا راني روتريت سي تادير دونك جو كونساكر مون طون كيما قلت لك لي جون سكو جو كونت فير ا بارتي دو سيت اني ان شاء الله لان جي بري ان بو طون ركول شت حوايج بزاف امورات الى اخره فتره الملاحظه والمراقبه هل الفنان يمكن يتقاعد لا اداريا 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 لان كان هاجي كان حاجه اوسي بالك نقولها بدا نحبها بي وصحابي شو ان تران ديكرير مي ميموار ان شاء الله يعني واش عشنا دائما في هذا من مسار في حياتي في هذا المنبر دائما نقول عندها اسابيع فقط كنا نقولوا علاش الممثلين تبعنا ما يكتبوش مذكرات مصطفى مبرر الله يرحمه شفيه بدرع شفيه بدرع الله يرحمه استاذ لان في الحياه تعرفنا برجال كبار بالضبط وهاد الرجال سي غراسا او اللي تعلمنا كثير وكثير وكثير لان شوفي فايتينا في التجربه صحيح فايتينا في الممارسه وفايتينا في الرؤيه او في التصور كاين هذه من باب هذه الناس اللي راهم في الدومين اللي راهم كيما نقولوا الله يرحمه علولا كيما كاكي كيما بقرموح كيما يعني ناس بزاف يعني اي كومبري بار اكزومبل دون لو دومين جورناليستيك يا اون بيرسون كو جيم بوكو كو جو ريسبكت بوكو وعندي قدر واحترام كبير واحمد شنيقي احمد شنيقي كي تان كرو مسيو استاذي احمد شنيقي نحيوه نحيو سيد بن ديمراد ايضا سيد بن ديمراد كمال بن ديمراد مصطفى نجيب اسطنبولي يعني كاين كاين محمد كالي محمد كالي يعني في كاين اصدقاء بزاف اللي عرفناهم في الحياه وغير ممكن غير ممكن ان يعني الانسان يتجاهل هاد وحنا استاذي حنا في الصحافه هادو ايضا اللي عرفناهم وهما اللي خلاونا نحبوا المجال الثقافي والمسرحي والنقد كنا نقرا لهم كذلك المسرحي فعلا انا قلت لك هذه تقريب درك حاليا جوكر قبيل برك حبيت نقول لكن هو البروبليم اشكاليه تاع التكوين نعطيك مثال في 1989 عندما كنا حركه رجال المسرح كتبنا لو ماشتي اونيتي 10 في عنابه في عنابه كنا 10 عباد اللي ماتوا الله يرحمهم كان بن مازال الله يرحمه بن فرع عبد القادر فرع يا بي علول الله يرحمه يا بي زياني يا بي شكروا مجوبيوسي الله يرحمه يا بي هاشمي نور الدين يا بي جمال حموده جمال حموده الله يذكره بالخير ربي يطول في عمره يا ربي يعطيه الصحه ان شاء الله كامل جا بي شكروا عمر فطموش اونيتي اون توكا ان ديزان دو بيرسون كان عمر فطموش في هذه نعطيك ان اليمون تاع التكوين لو بروبليم اللي كان مطروح هو انا في بوزي كو دون شاك بول كولتور في كل قطب ثقافي يكونوا هياكل تكوينيه لان في الفن السوق هو اللي يحدد تسوى ولا ما تسواش مليح ولا ماكش مليح صحيح كون خلي السوق هو اللي هذه هو اللي يفصل فاصل الوحيد هو اللي يفصل ما كانش حاجه اخرى اللي تفصل هذا من لا غالب درك حاليا يعني كاين هيئات او هياكل ما بين قوسين اللي هي ما عندها في صلاحيتها المسرح ما يكونش صوح يلقى الممثل واجد ما يكونش توصل الدرجة أن المسرح ولا يدير ورشة تكوينية 10 15 يوم اسكو حقيقة 10 15 يوم تكفي راهي 3 4 سنين 5 سنين كما المبادرة اللي داروها لي جون اللي عندنا تاليكول 3 سنين وهما كل خميس وجمعة
يخدموا معاهم ولي ولي مومون دو فاكونس عاملات هو مع عاملات ما بينهم نحييها بنتي كانت معاهم في الفرقه اللي تكون معاهم كاين قسمت لنا عندكم جمعيه البليري كذا البليري دور كبير في تكوين جيل من الشباب يعني لاحظنا مؤخرا في السنوات الاخيره في قسنطينه فيه جيل جديد رانا نشوفوه انا نشوف اكثر شيء بعد الوجوه الجديده مع شاب ايضا في سنتين رياض اللي هو منتج أدون منتج بن شيخ الفقوه بالموفق رياض اللي هو ممثل ومنتج أيضا خاصة في السينما يعني يبدو يبدو الجهود لا مش في المسرح وأكثر شيء في السينما وتليتيري فيلم أيضا أدون طيب لأنه نرجعنا شوية للوراء ولأنه كنت في قسنطينة قبل شهر رمضان وكنت كان معايا المخرج عزيز شولاح وحكينا عليك لما طلع لك الضغط ولما في ريحتور في ريحتور يعني قال لك وصلت للمستشفى يعني قال لي كان وصلت للمستشفى لا لا كنا كنا سخانه بزاف وانا لابس كوستيم تاع واحد ندير لي واحد والوجه بالفحم وكذا من نخلع داوني للسبيطار قريب نجي داخل انا دخلت واحد القاعه كبيره هكا قعدت شوف الناس بداو يهربوا بالواحد انا نسيت بلي راني لابس الكوستيم بداو يخرجوا بالواحد ومن بعد واحد دخلت عند الطبيب حلوا الباب الطبيب يطلع لي بالعقل ويشوف معايا وانا فهمت بلي خلعوا وكملت عليهم انا قلت هكاك اللي تشوف معايا تشوف معاه ندير له المهم من بعد جاء واحد قال له واش كاين قال له وسي قال له مادام ممثل وكان لابس كنا نمثلوا طلعت له لاتونسيون راه جا لهنا باش الطبيب هذاك حل الباب تفضل سي جمال تسمى الكوميديا حتى في المستشفى في المستشفى يصراو لي سيتياسيون كيما يعني سيتي سيتياسيون يصراو يعني عفويين يعني ماهيش لانه علاش حكيت لما كنت في قسنطينه والتقيت يعني ببعض الفنانين في تلك الفتره يعني كانوا متوفرين متواجدين في مدينه قسنطينه على عكس بعض الاسماء ربما اللي نعتذر منها لانه كثير لاموني لانه فيه ايضا اسماء اللي في تلك الفتره ما قدرناش نتواصلوا معاهم لانه الوقت كان ضيق ولكن ان شاء الله نرجع يعني لهذه الاسماء المهمه جدا في حلقات قادمه. انا علاش فتحت القوسين عن الانتاج التلفزيوني لمحطه قسنطينه الجهويه، نعاود نطرح لكم هذا السؤال اللي طرحته في شهر رمضان، هل المركزيه عطلت العمل في قسنطينه ولا في وهران ايضا؟ شوفوا تراجع كما ونوعا ايضا في هذه الانتاجات. شوفي المركزيه هي سبب مش عايشه الجزائر. هذا هو الاشكال اللي راه عايشته الجزائر. نهار ديسونتراليزي ولاكتا تو لي نيفو. الجزائر تمشي والبلاد تمشي. صحيح وكل شيء راه يمشي. بصح كانت محطة قسنطينة كانت محطة من بعد كي رجعوها سونتراليزي واحد الوقت كانت لا ديسونتراليزاسيون تي يعني تي با بار لو تاكسي تو مي تي كاين في الميدان. دابا كنقول لكم حاجة صافو كنا واحد الوقت حاكمين لا سومان كاملة لا غري حاكم تاع قسنطينة. وي لو سامدي عندنا اون ميسيون دو جو لو ديمونش عندنا اون ميسيون دو ديفيرتيسمون لو لوندي اون ميسيون انفونتين و بور لي بلونت لو ماردي ان ديريكت اي لو جودي لا فاريتي وكانت كاينه فضاءات المسرح كل 15 يوم عصابوطار كل 20 يوم كانت واحد بس ما كناش فضاءات المسرح اللي تحدثنا عنها في بدايه الحصه اسيا كانت حصه يعني سنوات وهي تروح تنتقل الحصه هذه كتنتقل الى اماكن وفيها العروض تكلم مع مدير العروض تبع العروض من الداخل الحصه توقف. هذا السؤال يطرح لماذا الحصه تتوقف بعد ان السي علي احيل على التقاعد؟ لماذا السيد علي ما يبقاش يوصل في الحصه هذه؟ لان احنا بحاجه الى حصص حول المسرح في التلفزيون الجزائري. هذا الشيء الاول. نعطيك مثال اخر اسير لو سمحتي، سينيراما اللي ديرها جمال حزر تتوقف في الاذاعه. كانت هذه اجيال واجيال من الشباب تكونوا على طريق هذه الحصه. هذه المفروض المؤسسات الاعلاميه تراهن على البرامج الناجحه وتخليها تستثمر في النجاح. انا وصل مثلا وقت باش نخرج التقاعد شيء طبيعي نورمال. بصح انا في الوقت اللي خرجت التقاعد في نفس السنه عندي دوكرينو في لاكري عندي الوان بلادي وعندي فضات كنت نوجد فيها باش
وعاقبوا فضات وعاقبوا الوان بلادي. كون خلوني كملت السنه هذيك نكمل في لاكري ثم بعد. وحاجه خلاف انه في التلفزيون تاع قسنطينه وقسنطينه تفتخر بها يعني تفتخر بهذا فيه مادة خام نتاع المسرح صحيح الجزائري موجودة في مدرتها ارشيف عندي ارشيف عندي 4-5 بلاكار يعني لا غروت دالي باباري موجودة في محطة قسنطينة. وبالمناسبة هنا لازم نقولوا أو نشكر قناة الذاكرة لأنه قناة الذاكرة في التلفزيون الجزائري يعني راهي تحط مادة. أنا قسنطينة مثلا راني نشوف عروض مسرحية قديمة رانا نشوفوها وحصص وبرامج في إعادة البث هذه خطوة إيجابية. لكن أسي إحنا بحاجة 60 سنة بعد استرجاع السيادة الوطنية 60 سنة بعد الاستقلال لأننا بحاجة نتوقفوا ونديروا مثلا وثائقي عن المسرح الجزائري. صحيح. وثائقي عن السينما الجزائرية. موجود فيصل موجود. علاش قلت لك قناة الذاكرة؟ 60 سنة مسرح ما كانش. 60 سنة مسرح داروا 50 سنة مسرح. عارف أن التلفزيون الجزائري الآن يقوم بعمل حول 60 سنة من السينما الجزائرية عدة وثائقية ولكن عن المسرح غير موجود. يعني ماذا لو كان السعدي العساوي يرافق الحركة المسرحية منذ أكثر من 40 سنة؟ يعني هذا النادي ويقوم بالعمل متاح هذا الامر وانزل وانزل الماده الماده كاينه من بعد. انا كنت من بين المخرجين القلائل اللي كنت نتقل عند هذا رجالات المسرح في وقت اللي كانوا في الصحه تاعهم الموجوده غير ذلك ودرت معهم سيجوابات. دونك درك كل المسرحيين الجزائريين مشيت ليهم عندكم ارشيف ماده ارشيفيه مهمه تاع هي التلفزيون الجزائري عنده هذا الثراء عنده هذا لو تريزور عنده الماده الاوليه اللي لكن هي ربما كاينين ديكاسيت كاينين شخصيات اللي ما يقدروش يعرفوهم واش يعرفوا. انا مثلا بالمقدم كي خدمت مع تاع الماء هذيك ما سيدي ربي ما سيدي ربي وعندي في مقطع خلافي تيتر هو موجود لكن بان نوتر كوستيم ما يتعرفش ما يبانش بلي هو الفنان المقدم. الحمد لله انا افتخر بهذا انه كونت اون ايكيب تكنيك في التلفزيون اللي تهتم بالمسرح. مازالوا مهدي مازال مهدي كحلوش مازال كحلوش هذيك حتى العادل عادل مش مهدي عادل كحلوش اسماعيل عقون نزيم هذا واش دار محمد سعيد عمور وعلى بس التقنيين لاحظت التقنيين اللي تنقلوا ويخدموا الثقافي مع الوقت هم ايضا يحبوا يرتبطوا بال حتى الاخراج المسرحي الاخراج التلفزي للمسرح عنده تقنيات خاصه طبعا علاش باسكو لما يجي المخرج تاع المسرح ست شهور ويدير في الاخراج نتاعو في العمل اللي تيتر يعني يقتل في روحه ومن بعد لما يجي يصورها للتلفزيون يجي مخرج تاع التلفزيون اللي ما عندوش درايه بالفضاء المسرحي ما عندوش درايه يجي وخاصه الا كان داروا الغلطه ما طلعش معاه الميتر اون سين في الكار صحيح في البيبيتر. دونك وحده او مومون مثلا وين الميتر اون سين عنده مشهد في اخر في لاريير سين هو يكون داير هو كان داير جروب على كسر لا ميزون سين تاع الميتر اون سين صحيح دونك التلفزيون يقدر الاخراج المسرحي لازم له التقنيه ماهوش مباراه تاع كره القدم صحيح مجال خاص كان الله يرحمه عزين مدور يجيب عبد الله يجيب علوله يجيب علوله ما حتى في الكتابه تاع النص المسرحي اسمه بوغرموح كان يطلع سرسان فطموش يطلع بليتو في البيبيتر عمر فطموش باش يعاونوا مع خالد البصير الله يذكره بالخير مع دونك يطلعوا معاهم سرسان باش لين يقولوا اتونسيون دركا راح نقسم لا لوميير راح اون سيلوات فا باراتر دارير اكسيتيرا دونك باش يروحوا للارج ولو تياتر تياتر عاده احنا شفنا لي غرو بلون هذا مقلال ما كانش صحيح بنشوفوا لا ميزون سان كيما الماتش نشوفوا لا تكتيك نتاع يعني اخراج تقنية خاصة جدا. طيب جمال ذكر اسيا لو سمحتي في النقطة هذه بعض المخرجين تاع التلفزيون لان تعاملنا معهم في المسرح الوطني في المهرجان الوطني المسرح المحترف اللي بالمناسبة سيكون في شهر ديسمبر المقبل ان شاء الله 2020 يطلبوا من المخرج يقولوا له دير لي اضاءة كاملة على البلان تفصل لك العمل صحيح. صحيح. طيب جمال ذكر مازال ما شاركتش في النقاش الخاص بالمركزيه يعني مركزيه الانتاج اليوم في العاصمه هل اثرت فعلا على المحطات الجهويه والانتاج خاصه الانتاج التلفزيوني؟ هذه المركزيه هذه يعني بانت وين بانت المساوئ تاعها بانت في التلفزيون لكن في المسار في المسرح عندنا كانوا ربع مسارح جهويه ذكرنا في 17 لا انا نحكي فقط تلفزيون 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 نعم
التلفزيون والله يعني كانت بكري في قسنطينة كانت لا مركزية، كنا نخدمه يعني كانت خدمة ديما كاينة، والإنتاج في العام كاين زوج ولا ثلاث إنتاجات. درك توصل واحد الوقت يقول لك كلش راهي سنتراليزي في الجزائر، رانا بعثنا المشروع للجزائر مازال ما ردوش، وقساعات وجينيرالمون ما يقبلوش هذاك المشروع. يولي لازم تكون لا مركزيه في في قسنطينه، في وهران، في وريلا، وين يعني ترجع مثل زمان يعني قتلت الابتكار، قتلت المبادرات الغربيه، حتى هويه الاعمال المقدمه يعني قبل الغرب عنده هويه، الشرق عنده هويه، الجنوب هذه 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 الثراء يعكس تنوع الثقافي موجود في الجزائر. برشا ناس مش فاهمينها. احنا رانا شوف نعطيك ان اكزومبل، الحمام اللي 7 8 كيلومتر من قسنطينة، كي تخرجي من قسنطينة سنتر فيل تشوف لابريسيون بلي راكي في بلاد اخرى. هذا صادير الجزائر اللي تري ريش اللي تري فاري، وهذه وهذا الثراء الثقافي، الثقافي والفكري والتقليد التقاليد اكسيتيرا، هادو كل يخدموا الشخصيه الوطنيه مليح انهم يوظفوا، هادو اللي يوظفوا راح توظف فيها مثلا الهويه. مثلا نحكموا اشكاليات العرس، اخي العرس هو مضمون واحد، لكن الشكل تاعو كي كاين طبعا العادات من منطقه للمنطقه، سي اون ريشاس. ان شاء الله نتمناو الامور تكون تتحسن. وطبعا المقوله الشهيره دائما اعيدها في نهايه البرنامج اللي هي الوقت يداهمنا، وشكرا لانكم يعني من مدينه قسنطينه يعني كنتوا ضيوف عندنا، وان شاء الله نعاود نرجع انا ضيفه عندكم ان شاء الله قريبا في قسنطينه. استاذ جمال دكار شكرا، ربما كلمه دور مازال دور الحلم جمال دكار مازال ما لقاش، مازال ما وصلش، مازال ما لم يعرض عليك. الحلم الوحيد اللي عندي الان هو ان المسرح الجزائري يتعافى ان شاء الله، يتعافى ويخدموا مسرح لفائدة المجتمع ولفائدة الطبقات المسحوقة اللي راهي تنتظر باش تشوف يعني أعمال تعكس الواقع، تعكس الواقع، النضالات نتاعهم اليومية. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. سيد علي عيساوي، حلم، أمنية، رأي، تفضل كلمة أخيرة. قبل ما نختموا كذلك لازم نترحموا على الفنانين اللي فقدناهم، خاصة طبعا في المناسبة تاع 8 جوان اللي فقدناهم مؤخرا الى غادرك، الناس اللي كانوا البارح فوق الخشبة، اللي كانوا حاملين الرابليك اتسيتيرا. انا نفس الراي كما جمال ذكر، لانه المسرح هو المحرك الاساسي لكل مجتمع. المسرح هو الاداة للتطور الى غادرك. المسرح لما يكون يرافق التطور ويرافق التحولات الموجوده في البلاد نظن راح يفيد اكثر من يعود مناسباتي. صحيح. احنا الى حد الان المسرح تاعنا مناسباتي ويستناو الفاكس من الوزاره ونديروا هذيك ونديروا هذيك، الور دون سارتان تياتر عادوا يفون تو سوف لو تياتر. صحيح. سي دوماج. احنا نتمنوا ان المسرح هذه تاخذ المبادره من عندها ونروحوا. احنا واحد الوقت كان المسرح سي سبيسياليزي لو تياتر بوبولار في قسنطينه، هذا جيب هذا راح يحصل ان شاء الله. ان شاء الله تتحسن الوضعيه. مسرح لو تياتر دوكتور كاتب ياسين، لو تياتر دي كلاسيك تيانا دونك سيتي ان شاء الله. زاد علي يساوي ان شاء الله، ومشكور ايضا على حضورك اليوم تلبيه الدعوه. استاذ محمد طيب دهيمي كلمة أخيرة، رسالة، أمنية، حلم، تفضل. لا الحلم بوكو بليس، حلم هو أن المؤسسة المسرحية تتهز عليها يد الإدارة. هذا الحلم الكبير. نعم. الحلم الثاني هو أن الشباب يغزو كما نقولوا احنا، لازم يدخلوا يدخلوا يدخلوا. نعم. يدخلوا. نعم ان شاء الله. شكرا. اذا كسمت يدك كسمت تفكرني في حاجة بسرعة فقط لأن الوقت. المسرح أنا بالنسبة لي المسرح هو فرقة فنية ماهيش إدارة. هو فرقة فنية، فرقة اللي مش بروات وبيروقراطية مبدعة. نعم. وتخدم بحرية حتى يكون الإبداع في المستوى. فيصل شكرا أيضا على حضورك اليوم. أنا حبيت نقول كلمة، تفضل فيصل فقط بعجالة. الفنان حسن بوبريوة إن شاء الله ما ينساوش، لأن علمت أنه مريض وإن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله ما ينساوش، لأنه أعطى كثير مسرح. أكيد طبعا أكيد ربي يشفيه ويشفي كل المرضى. ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم مع موضوع جديد وضيوف جدد. إلى ذلكم الحين سلام.